بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اشتراك في القناة ولايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هننزل فيديو الدعم، وأنا أسفة اللي ما نزلتش الفيديو مبارح، كان عندي ظروف، وإن شاء الله بإذن الله مبادرتنا مستمرة، وأحسن إخوات وأحسن صحاب وأحسن ناس صادقين في الدنيا، مبادرتنا مستمرة، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هنفرع 10 قنوات، فإن شاء الله بإذن الله تكونوا معانا دايما وواقفين معانا وفي ظهرنا، وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله، وتقدروا تحققوا كل أحلامكم وكل اللي انتوا بتحلموا به إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله هنفرح 10 قنوات، كل 6 أيام هنفرح 10 قنوات ان شاء الله باذن الله. كل القنوات هتدعم معانا، وهنرجع ندعم من اول وجديد. المبادره مستمره على طول، مش هنبطل ومش كلامه بس، وربنا في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ان شاء الله باذن الله. اول قناه معانا لبنى حياتي، ودي قناه وصفات شعر، وقناه ممتازه جدا، وصاحبتها ست فوق الممتازه، بتدخل وبتدعم ناس كتير وصادقه، وان شاء الله باذن الله تتعاونوا مع بعض. كمان معانا يوميات اسراء السعداني، دي قناه طبخ، قناه طبخ مميزه وجميله، ووصفاتها سهله وبسيطه، وان شاء الله باذن الله تكونوا في احسن حال مع بعض ان شاء الله. كمان تالت قناه معانا قناه دق الباب، ودي قناة بنتين صغيرين حلوين، تحديات، جمال جدا ولطاف جدا ودمهم خفيف جدا، وان شاء الله هتدخلوا وهتعجبوا بيهم ان شاء الله. رابع قناة معانا اللي هي مروة بيوتي، دي بمكياج، وطريقتها جميلة وسهلة وبسيطة، وان شاء الله بإذن الله تدخلوا عندها وتدعموها. السادس قناة معانا الحج حجاج، او خامس قناة معانا، انا اسفة، الحج حجاج، دي قناة سعدية وقناة مقالب جميلة جدا وحاجة لطيفة جدا، وان شاء الله بإذن الله تتعاونوا مع بعض. عندنا كمان سادس قناة اللي هي تحدياتنا وطبخاتنا، ودي تحديات وطبخ، قناة جميلة واصحابها ناس فوق الممتازين، ودايما بيدعموا الناس من غير مبادرة كمان، فان شاء الله بإذن الله تتعاونوا مع بعض. القناة اللي بعد كده مطبخ هالة على قد الإيد، دي قناة طبخ وست متفاعلة وجميلة، وان شاء الله بإذن الله تدعموا بعض وترد لكم كل اللي انتوا هتعملوه معاها ان شاء الله. كمان القناة اللي بعد كده عالم أطفال مع سجدة وعمار، دي قناة أطفال وحاجة جميلة كده إن شاء الله هتعجبكم، وقرآن إن شاء الله بإذن الله يا جماعة نقف جنب بعض ونكون إيد واحدة. القناة اللي بعد كده كمان مملكة فاطمة، دي طبخ، ودي قناة جميلة وإن شاء الله بإذن الله هتعجبكم، وياريت يا جماعة يكون التفاعل مع بعض بصدق، عشان كل الحاجات اللي انتوا هتعملوها دي هتترد لكم، وان شاء الله زي ما قلت لكم المبادرة مستمرة ان شاء الله. معانا اخر قناة مطبخ ميس اناناس، ودي طبخ وقناة جميلة، وان شاء الله باذن الله يا جماعة انا نفسي نكون احسن مبادرة في الدنيا كلها، علشان انتوا ناس صادقين وناس محترمين، وانا بشكركم الف شكر الف شكر، لانكم انتوا اساس المبادره وانتوا اللي هتنجحوها بتفاعلكم مع بعض. ربنا يكرمكم ويكرم كل الناس ان شاء الله باذن الله في الايام الخير بتاعه ربنا دي ان شاء الله باذن الله. هتدعموا بعض ومبادرتنا في الخير وللخير، وربنا يكون معانا كلنا ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد للدعم، وان شاء الله باذن الله هنكون قلبنا على قلب بعض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.